من الأدعية المهمة الواردة عند النوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حينما يأوي إلى فراشي كان يقول كما روى الإمام مسلم في صحيح: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. شوف الترتيب كده: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ده اسمه هذا بيسمى بالايه؟ بالامتنان، انك انت وانت نايم كده على السرير بتتذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليك وتشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الايه النعم. تقول ده انا الحمد لله ده انا عندي سرير نايم عليه، يعني ايه؟ رغم كل المشكلات اللي عندك سواء كان مرض ولا اي شيء ولا مشكله في عمل ولا مشكله في اي شيء، لا، ده انا ربنا سبحانه وتعالى اطعمني وسقاني وكفاني واواني. كم من واحد لا كافيه له ولا موت؟ كم من واحد عنده حرب في الدوله بتاعته مش عارف حتى ينام فين، صح ولا لا؟ كم من واحد مهجر من بلده؟ كم من واحد لا يجد له مكان ينام فيه؟ كم من واحد؟ شوف الامتنان، شوف انت لما تنام على هذا الايه، على هذه المعاني، كما قلت هي ليست مجرد كلمات تقولها وانما هي معاني تستشعرها. شوف انك انت بتشكر الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات وبتمتن لله سبحانه وتعالى بهذه الايه، بهذه النعم التي افاض بها عليك. الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مغوي. هذا الدعاء فيه تذكر من المسلم عندما يريد ان ينام لماضي ايامه وسالف اوقاته وما امده الله فيها من المطعم والمشرب والكفايه والايه والايواء، في حال وجود عدد من الناس منهم من لا يجد طعاما يشبعه ويغذيه، أو شرابا يسد ظمأه ويرويه، أو لباسا يستره ويواريه، أو مسكنا يستكن فيه ويؤويه، بل منهم من أدركه حتفه في مجاعات مهلكة وقحط مفجع أو حروب ضارية. يعني كما تعرف الحروب اللي موجودة مثلا في غزة، في سوريا، في كذا في كذا، كم من إنسان هجر. أنت الحمد لله مع السلامة تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، لابد أنك أنت تستذكر وتستصحب نعم الله سبحانه وتعالى عليك. فمن أكرمه الله بالطعام والشراب ومن عليه بالكفاية والإواء يجب أن يستشعر عظم نعمة الله عليه وكبر منته سبحانه بأن يسر له الغذاء والشراب وأكرمه بالكفاية والإواء. وشكر النعمة مؤذن بدوامها والمزيد، قال سبحانه: واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الشكر دايما معه المزيد، ولذا قل: فمتى لم ترى حالك في مزيد فاستقبل الشكر. يعني أنت لو إنك أنت شايف نفسك واقف في مكانك ما فيش زيادة في نعم الله عز وجل عليك، أشكر الله سبحانه وتعالى، لأنك حينما تشكر الله وتمتن بهذه النعم يزيدك الله عز وجل. ولذلك من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم المهمة عند النوم أن تستصحب نعم الله وأن تذكر الله بنعمه عليك، أن تقول هذا الدعاء: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مغوي.